صناعة الفخار هي من الصناعات التراثية التي تشتهر بها فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص. هذه الصناعة صناعة تعتبر من الصناعات المتوارثة من الأجداد إلى الآباء إلى الأبناء. وطبعاً أنا كشاب تعلمت الصنعة من والدي، والدي تعلمها من جدي، وهذه الصنعة الآن تمر بانقراض وبتقهقر بسبب عندي ظروف الاحتلال وبسبب أيضاً الضائقة اللي احنا بنعيش فيها. هذه الصناعة كانت قبل 30 سنة و 40 سنة كان موجود في قطاع غزة ما يقارب من 50 إلى 60 مصنع بيعملوا في صناعة الفخار. طبعا هذه الصناعة تمر بالعديد من المراحل. أولى هذه المراحل عملية تكرير الطين، إحنا بنجلب الطين في فصل الصيف وبنكرر الطين وبننقي الطين من الشوائب. طبعا في موجود في الطين هذا حصى، في الطين هذا موجود فيه قش، عشان أنا أقدر أستخدم الطين هذا بشكل صحيح يجب أن أنقيه من الشوائب والأتربة حتى يصبح جاهز للاستخدام بشكل صحيح. طبعا هذه العملية كما تحدثنا هي موجودة في فصل الصيف في فترة الثلاث شهور من شهر 6 لشهر 9. طبعا بيتم عملية تخزين الطين حتى نستخدم الطين هذا في عندنا هنا في طول السنة. ننتقل إلى المرحلة اللي بعدها وهي عملية الصناعة. طبعا عملية الصناعة عملية معقدة وكبيرة، طبعا فيها ممكن تكون صناعة الأدوات والأواني الفخارية ممكن تمر عبر مرحلة واحدة، زي مثلا عندي هنا المزهرية الصغيرة ممكن مرحلة واحدة لعندي هنا القطعة وتنتهي لتصبح جاهزة للحرق بعد ذلك. لكن في كثير من عندنا الأواني تحتاج إلى مرحلتين وثلاث مراحل. يعني مثلا الموجود بين إيدينا البريق هذا البريق أول حاجة بنشكل فيه الكعب هذا، تمام، هذه مرحلة. بعد المرحلة الثانية بنشتغل عندنا هنا الهيكل بالشكل هذا. بعدين المرحلة اللي بعدها، تمام، هي عملية عندنا اللي هو الترويس، وضع الراس للبريق. بعدك بنحط البعبوز والودن ليصبح جاهز للاستخدام. هيك احنا بنكون احنا تكلمنا عن هذه المراحل المختلفة. بعد ذلك يصبح الفخار جاهزا للاستخدام. وطبعا عندنا صناعة الفخار كما تحدثنا هي من الصناعات التراثية، احنا طبعا نعتز بهذه الصناعة لانه هذه الصناعة تربط الانسان بوطنه وهي تعتبر من الصناعات التي تؤكد على حق الانسان الفلسطيني بارضه وتشبثه بوطنه. وهيك احنا بنكون تكلمنا عن هذه الصناعة، صناعة الفخار.